صنع حديد التسليح المحلي فاجأت الأسواق عموماً إنها رفعت أسعارها لمستوى جديد. سعر البيع للمستهلك للحديد 13200 جنيه للطن. السعر ده كان 11000 جنيه قبل ما تبدأ مراحل الزيادة. أسعار الأسمنت كمان نطت نطة كبيرة، عدت 1000 جنيه للطن، سجلت 1250 جنيه، بينما انه السعر كان 820 جنيه. سبب سعر زياده الاسمنت في مصر، الاسمنت كان مستقر زي ما حضرتك اشرت 820 تجاري و 850 اقصى سعر المستهلك على مستوى الجمهوريه، ولكن نظرا للاحداث اللي بتتم سينا في الوقت الحالي، عندنا مصنعين هناك، مصنع بتاع حسن راتب مصنع سينا، ومصنع مملوك لجهاز مشروعات الخدمه الوطنيه بالقوات المسلحه، كانوا بينزلوا حوالي 25000 طن في اليوم، مع توقف الشركه القوميه للاسمنت نتيجه الخسائر اللي متعرضه ليها. المنتجين استغلوا الموقف ورفعوا الاسعار ل 1000 جنيه و 1060 جنيه تسليم ارض المصنع بخلاف اسعار النقل لكل المحافظه. الزياده دي زياده مؤقته ولا اللي راح ما بيرجعش؟ انا ببشر حضرتك في ظل وجود الرئيس السيسي حاليا، وكل تحية وتقدير له للقوات المسلحة المصرية. احنا في مصنع للقوات المسلحة في بني سويف، ده أكبر مصنع أسمنت في العالم، هيفتتحه الرئيس إن شاء الله خلال الشهر الحالي، هيبدأ إنتاجه بطاقة إنتاجية 40000 طن في اليوم مع بداية شهر إبريل. المصنع ده طلع في صمت وناس فعلا بتعمل في صمت، فلا عودة لرفع أسعار الأسمنت مرة أخرى، وسيتم لا ده مفروض كده إنها ترجع بقى، مفروض إنها تتراجع ما تثبتش على المستوى ده. هترجع 300 جنيه إن شاء الله خلال أسابيع، مش هنقول خلال أشهر، وهيبقى عندنا فائض للتصدير إن شاء الله.